السلام عليكم، معكم يسرى من قناه يسرى من هاي اجز. اتمنى تكونوا منحوا مبسوطين وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبلش الفيديو مثل كل مره لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديدي، وكمان لا تنسوا تدعموني بلايك وشي وتعليق يكون كثير حلو، وكمان لا تنسوا تعملوا شير للفيديو مع اصحابكم. فما بدي اطول عليكم، كمان لا تنسوا تجوا عندي على الانستغرام راح ادرك لكم اياه هون. الفكرة تبع الفيديو اليوم كتير مختلفة على الفيديوهات اللي سبق قدمتها، فمثل ما شفتوا من العنوان انا اليوم راح اجرب سناك جديد، يعني سناك للاطفال حاليا للجيل الحالي. بس انا يعني هي اشياء يمكن تجيكم عادية، بس انا بحياتي ما جربتها، ما جربت اني ذوقها، فراح اجرب اذوقها اليوم. فراح نبلش نجهز هذا، شو اسمه، صحن، صحن كل شيء عنا هاي، ما بعرف إذا بتعرفوها أو لا. وبعدين عنا دول، بتعرف في الأطعمة بس اوكي، في كتير منهم صراحة أول ما أطعم. كمان شي راح تستغربوه كتير اللي هو مارشميلو. أنا ما سبق ودقت مارشميلو، ما بدي اعمل شكل مثل تبع الناس والخلق، بس ممكن. وعندنا كمان هاي حطها هون كأنها متبين اكبر من الواقع، هون احلى. عندنا هايدي، هاي ما بعرف ليش بس انه اوكي حنجربها. عندنا هدول في منهم، في منهم كتير، لا مو كتير كتير يعني، بس لا في منهم. أنا هدول أشياء أنا ما جربتها، بعرف راح تستغربوا بس أنا ما جربتها. يمكن في ناس راح تجيهم أشياء عادية بس أنا ما سبق جربتها. عندنا هاي ويلا نبلش ندوق مع بعض، وراح ابلش ادوق الاشياء. ف يلا نبلش. راح ابلش بالمارشميلو عشان متحمست له كثير، كثير بشوفه بس انا ما بحياتي تجرأت ادوق. معلومه عني، انا ما بحب الاشياء الجديده، انا بحب اكل بس الاشياء اللي بعرف طعمتها، الاشياء الجديده ما بعرف. راح اجرب. عادي ما كتير حبيته. راح ادوق هاي، كتير قاسية، وكتير حلوة كمان. كمان معلومة جديدة عني، أنا مو كتير بحب الأشياء الحلوة. ظريفة، يومي يومي، هاي حامضة وحلوة كتير حبت. أنا بموت بالأشياء دي، عني نفس المذاق كتير حلوة. أنا راح أجرب هالأشياء اللي بحس انه بيستغلوا الاطفال فيها بس اوكي. نعمل هيك، كيف هيك كيف يا اخي، اطفال هالجيل كثير بيفهموا زين. لازم افتحها، راح اروح افتحها فيديو بالتيك توك بعدين برجع لكم. فتحتها معكم بالتيك توك وهي هي جاهزة، وعرفت كمان طريقة الاستعمال من اخواني. فايا طلعت لنا زرقاء، ختيرنا كتير قاسي على اسناني بس حلوة. دوقي اوكي.
انتي ما عندك اسنان، عندك تقويم، انتي راح يكسر اسنانك. بدي اجرب هاي عادي. طيب ليش الاستغلال يا عمي؟ اي ما فيها شي حلو. دخيلكم انا من وين بيخطر على بالي هاي افكار طيات مصاري على ولا شيء. هلا رح نجرب هدول، كثير متحمسة لهم، كثير بحب الاشياء المطاطية اللي هيك، فجربت كذا نوع بس هذا النوع لا. مثل ما توقعت، كثير كثير ذكيين. شي خرافي. الروز السوداء مثل المناكير تطقيم. مو نفس النكهة بس هاي احلى. هذا راح اخلي اخر شيء لانه اظن ذقته مش جديد يعني. ارجع اكلهم، كتير حامضة. المذاقات عم تتضارب بتمي. اوكي راح ندق ماشي منه، كتير ما حبيته على فكرة، راح ناكله يعني، ولو ما حبيناه راح ناكله. نرجع للها، في شي جوا ما بعرف شو بيستعملونه. خربت اللهاية واصلا ما حبيناها لهيك رح رجعت لكم بعد ما فتحت هاي وفتحت هاي معاكم بالتيك توك عشان اعملكم فيديوهات وهيك بالتيك توك. هاي طلعت فيها مصاصة وكتير زاكي، انا كتير بحب المصاصة. وهدية، هدية هاي كورة يعني يبي. اما هاي طلعت فيها اشياء كتير زاكي، هاي نفس اللي كان لونها هيك، كان لونها هيك طلعوا فيها كرات ملونة مثل هيك بس كتير زاكين. رح ناخد البرتقالي. يمي يمي، هاي بتشبه حبات الفاصوليا. صرت احب اشياء صغار انا من اليوم مطالع الحبات اخر اشتريها. نرجع نجرب هاي اللي ماما كتير اسي عيزنا اني خربت. عم بعملكم اصوات الاكل. كتير حلوة محبة. اخر شي بعد ما خلص ما راح نجرب هذا، بس خلينا نفتح معكم بالتيك توك. وجربتها كانت كثير زاكية صراحة، انا كثير بحب العلك اصلا. هاي المهم كان هذا الفيديو اليوم، بتمنى تكونوا حبيتوه. اذا حابين اعملكم فيديوهات مثل هيك موك بانك وتجارب لاشياء جديدة اكتبولي بالتعليقات، اكتبولي الاشياء اللي بتكون ياها جربها. وباي.